السلام عليكم. اليوم بنبدأ مع بعض رحلتنا للسوبر ماركت، وراح أكون معاكم خطوة بخطوة ونختار المنتجات الصحية. أهم شيء تسويه قبل ما تسير للسوبر ماركت إنك تتناول وجبة مغذية، لأن التسوق على معدة فارغة بيخليك تشتري أشياء ما تحتاجها تحت تأثير اليوع. ولنفس السبب جهز قائمة مشتريات. خلونا نبدأ مع قسم المخبوزات. الخبز بمختلف أنواعه مثل الخبز والصمون والتوست وغيره دائما يكون على رأس قائمة المشتريات. أما بالنسبة للفرق في السعرات الحرارية، ما في فرق في السعرات الحرارية بين الخبز الأسمر أو الخبز الأبيض، لكن الفرق إن الخبز الأسمر يحتوي على الألياف اللي تخليك تحس بالشبع ومفيدة جداً لصحة الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام. هناك العديد من الأنواع من الخبز الأسمر، أهم شيء نعرف كيف نختاره. ابحث عن عبارة حبوب كاملة أو دقيق قمح كامل أو شوفان كامل أو نخالة وغيره، ودائماً حاول تختار أنواع التوست المخلوطة بالبذور لأنها تزيد من كمية الألياف في الخبز. إنزين، وكيف نقدر نقيم إذا كان هذا الخبز فعلاً أسمر؟ في ثلاث نقاط أساسية ومهمة. 1. أول شيء راجع قائمة المكونات، لاحظ أول ثلاث مكونات لأنها تعتبر المكونات الأكثر الموجودة في أي منتج. لازم تحتوي على كلمة حبوب كاملة أو نخالة وما يكون فيها سكر. ثاني شيء شوف نسبة الملح والسكر في البطاقة الغذائية، لازم تكون النسبة أقل من 5%. ثالث شيء نراجع كمية الألياف، يعتبر الخبز العالي في الألياف هو الخيار الأفضل، دور عن 3 جرام أو أكثر من الألياف. بالنسبة للخبز العربي وخبز الصاج عندنا منهم نوعين أبيض وأسمر، الفرق بينهم هو نوعية الطحين المستعمل. فالخبز الأسمر يحتوي على حبوب كاملة ونخالة. أنيل هالقسم المغري اللي فيه كب كيك وكرواسون وكل ما لذ وطاب. حاول تقلل من استهلاك الكرواسون والكعك والكب كيك لأنها تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون غير الصحية. في المقابل في دهون صحية ومهمة جدا في نظامنا الغذائي مثل الموجودة في الأسماك. تعتبر الأسماك مصدر لزيت السمك والأوميجا والكالسيوم واللي تعتبر مهمة لصحة الجسم. حاول أنك تأكل السمك مرتين في الأسبوع على الأقل. عند اختيار الأسماك نوع ما بين السمك البحري والسمك النهري مثل السلمون والسيباس وغيره. والخيارات تكون أصعب وأصعب في قسم المأكولات الجاهزة لأنه من أكثر الأقسام الغنية بالأطعمة الشهية والمغرية. لازم نحذر لما نيل هذا القسم. بشكل عام حاول التقليل من استهلاك الأطعمة الجاهزة لأنها عالية بالسعرات الحرارية والدهون والسكر والأملاح وفقيرة من المواد الغذائية، ويفضل دائماً إعدادها في المنزل بطريقة صحية. تعتبر الفواكه المقطعة أو السلطات الجاهزة خيار جيد وصحي، بس قلل من الصوص المضاف للسلطة لأنها قد تحتوي على نسب عالية من الدهون. خلونا ننتقل لقسم الزيوت. تعتبر الزيوت أساسية في الطبخ ومكون رئيسي للوجبة، لهالسبب من المهم جداً أن نختار دهون صحية ومفيدة للجسم. بشكل عام قلل أو تحكم بكمية الدهون اللي تستخدمها في الطبخ لأنها في النهاية تحتوي على سعرات حرارية. الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، زيت الكانولا وزيت الذرة وزيت دوار الشمس تعتبر زيوت صحية مع استعمالها بكمية معتدلة، ولكن في أنواع من الزيوت النباتية اللي تعتبر غير صحية ولازم نبتعد عنها مثل زيت النخيل أو أولين النخيل وزيت جوز الهند. نيل السمن، في أنواع مختلفة من السمن النباتي، ابتعد عن الأنواع اللي تحتوي على دهون مهدرجة جزئياً لأضرارها على الصحة. وبالنسبة للسمن الحيواني قلل من استهلاكه لاحتوائه على دهون مشبعة. من أفضل المنتجات اللي تحصلونها في كل سوبر ماركت هو بخاخ الزيت. استخدام بخاخ الزيت يخليك تستخدم كمية أقل من الزيت وفي نفس الوقت تكون كافية للطبخ. تقدر تختار زيت صحي مثل زيت الكانيلا أو الزيتون وغيره. زيت الزيتون يعتبر من الخيارات الممتازة لأنها عالي في مضادات الأكسدة. حاول تختار الزيت اللي يكون في علبة زجاجية ويكون لونها غامج.
وفي هذا القسم بتلاقون أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء والبيضاء. اللحم الأحمر بشكل عام يحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، عشان شي ننصح أنه ما يزيد استهلاكك للحم الأحمر عن مرة واحدة في الأسبوع. لما تيجي تختار اللحم، اختار القطع اللي تكون خالية أو قليلة من الدهون. بالنسبة للحوم المصنعة مثل النقانق والمرتدلة وغيره، حاول تقلل من شرائها لأنها عالية في السعرات والأملاح والدهون، ويفضل تجنب شراء النقانق والسجق. خلصت رحلتنا لليوم، انتظروني الأسبوع الجاي وبنكمل معاكم الأقسام الثانية في السوبر ماركت.